لازم تقدر سنتين سنتين أيوة أيوة أنا يا فونسي داري بخلق دا ما قد يكمت الافتواء قعدوا والله هي وراي يا لك تجي وحدها تجيك ساعة وين قالوا تجي أفونسي أفونسي شو داري شو نخلو منه ونخلونا لازم لا ما خلوش يخل منه ما خلوش يتخلصوا ليك مشكلة البرونت مشكلة والله داري هنا نجيب سيد فوقين هو هنا المقام هنا هاي كادي فاسة أوه ما كاش في البلد هنا لا قا قدينا بور أنا زيد كمان هنا هنا ما كاش أنا اللي قريب هذا فاسة قريبة هنا ما كاش فاسة تسيب شهنا مالك سلك قاعد بس قاعد يسيبوا هما قاعد يحبوا يقالوا قريب قاعد يحبوا قريب هنا يا هذه هاي بلاصه هاي ليك هاي هنا برق ايوه ادخل ادخل كان يبو بني والو خليها هكذا راح ندني لك البوبه انا هذيك زعما اصبر جرب راح ندني اسكار هنا رانا في مطار هواري بمدين جديد ورانا نصور لكم الجزء الثاني من هذا يعني الروبورتاج المطول عن مطار هذا المطار إذن فتابعونا إلى النهاية وسوف تكتشفون يعني جوانب جديدة من هذا المطار العملاق تصوير من طابق آخر ومن مناظر يعني ديزونغ دو في مختلفين وإن شاء الله يعجبكم هذا المطار وسوف يكون إن شاء الله هذا الفيديو كاملا وشاملا لكل جوانب هذا المطار الرائع والسلام عليكم. Thank you.
خلصت شحال لازم فاهمين قياسة تاع فاهمين ديرها تحط كيما حبيت تحط 100,000 بيه ترجع تسير شكون الماشينة؟ تمسخاش لا بي تاع بي كهرب ترجع له بس كطبعو مليح علاش كي تمشي دبر مع وجهي تجيبهم بيها؟ طبعو قبالة كيما تاع فوتوكوبي جديدة هادي هادي مكارش كاش الجزائر كانت بياسة بدلو بدلو السيستم صافي ما كانش كاين تاع ترجع كانوا بكري بكري كانوا ماشي هكذا بكري كانت تخلص على كي تجي خارج دي باسي كي تجي خارج هكذا بلاكات عقب تخرج باينة بالهم كان كاين دو كيف مكان واحد جاي تجي صراحة الخرجة اقوى ايه الخرجة اقوى مش منا 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 الخرجة باينة ما تقدرش تظهر لك تغير لك شي تغير لك شي خرجة واحدة واش غادي يدير هكا واش غادي يدير واش غادي يدير جدا باينة باينة ما صوت كل شيء ماشي منا منا باينة I'm going to go to the next one.